في العام 1925 أنشئت القوات المسلحة السودانية، وشاركت وحدات منها في الحرب العالمية الثانية، ولها عقيدة قتالية تقوم على أساس الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية، ونظام انضباط عسكري صارم، وتقوم بمهام مدنية تتمثل في تقديم المساعدات أثناء الكوارث الطبيعية وحفظ الأمن في حالة الأوضاع الأمنية المضطربة. تتكون البنية التحتية للقوات المسلحة السودانية من قوة عسكرية كبيرة تتمثل في مصانع للمدرعات والآليات الثقيلة ومصانع للأسلحة والذخائر وموارد بشرية، تشمل أفراد مدربون في عدة مجالات ذات صلة بالنشاط العسكري والحربي. لعب الجيش السوداني أدوارا إقليمية ودولية، فقديما شاركت وحدات سودانية ضمن الجيش المصري في حروب محمد علي باشا خديوي مصر في سنتي في الأعوام 1854 و1856 في القرم إلى جانب تركيا، ثم في المكسيك في العام 1862 عندما طلبت كل من فرنسا وإنجلترا وأسبانيا من خديوي مصر إرسال فرقة من السودانيين لحماية رعاياها ضد العصابات المكسيكية. وفي الحرب العالمية الأولى أرسلت بريطانيا فرقتين من الجنود السودانيين إلى جيبوتي بناء على طلب من فرنسا لتحل محل الجنود السنغاليين هناك بعد انحياز الجيش للشعب في 11 من أبريل 2019. طالت المؤسسة العسكرية اتهامات كثيرة، أهمها الانقلاب على الفترة الانتقالية وإعاقة التحول الديمقراطي. سادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نوافذ. تطل هذه النافذة على الأدوار السياسية والتاريخية للقوات المسلحة في الشأن السوداني. ضيفنا لهذه الحلقة قائد القوات البرية ورئيس اللجنة العليا للاحتفال بالعيد 67 للقوات المسلحة سعادة الفريق رك عصام الدين محمد حسن كرار. أهلا وسهلا سعادة الفريق. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ ريشان. أول حاجة التهنئة موصولة للقوات المسلحة بمناسبة العيد 67 اللي هو طبعا بلا شك جاء في توقيت يعني بيشهد تغيير في الساحة السياسية في السودان. فعلا العيد في هذا العام أتى في ظروف يشهدها السودان بمتغيرات كثيرة في الساحة السياسية والعسكرية على وجه الخصوص، وأتى هذا الاحتفال بصورة مغايرة لما كان عليه في السابق، حيث رأينا إشراك كل فئات المجتمع في هذا الاحتفال وفق فعاليات مختلفة ومتعددة قامت بها القوات المسلحة إلى أن اختتم في يوم 14/8 في هذا الشهر. نعم، وكمان يعني صاحبته انتصارات القوات المسلحة في الفشقة اللي هي بلا شك كان لها أثر كبير جدا في استجابة العموم الفاعلين في الشأن العام للاحتفال بهذا العيد. فعلا استعادة أراضي الفشقة كان لها دور كبير وأثر كبير في كل نفوس الشعب السوداني، وخاصة أهلنا في منطقة ولاية القضارف والمناطق الموجودة داخل الفشقة. ونتمنى أن تسجلوا زيارة لهذه المناطق حتى تروا بهم أعينكم فعاليات وتفاعل أبناء وأهالي هذه المناطق باستعادة أراضيهم وممتلكاتهم ومزارعهم. نعم سعادة الفريق، بلا شك أن القوات المسلحة السودانية لعبت أدوار مهمة جدا في المسيرة السياسية السودانية منذ الاستقلال ومنذ إنشائها قبل الاستقلال. بلا شك أن هذه الأدوار السياسية أثرت كثيرا على القوات المسلحة وعلى تماسك القوات المسلحة، أو بالأصح على مسيرتها في هذه الفترة، باعتبار أن القوات المسلحة واجبة في الأساس الدفاع عن الوطن وليس ممارسة السياسة كما هو متعارف عليه. ما مدى أثر هذا التاريخ على مسيرة القوات المسلحة؟ حقيقة مسيرة القوات المسلحة في السودان تأثرت كثيرا بالمتغيرات السياسية والمشاركة في الأدوار السياسية،
لكن نجد أن نص الدستور السوداني ينص على أن القوات المسلحة هي مسؤولة عن حماية الدستور وحماية الحكم السائد في السودان وحماية أرض وشعب السودان وحدود السودان. هذا هو الدور المنوط به، هو المذكور في الدستور السوداني، ويجب في كل دساتير السودان التي توضع أن يكون هذا هو واجب القوات المسلحة. نعم. المشاركات والدخول في العقل السياسي والتجربة السياسية لإدارة الدول بالتأكيد أثرت كثيرا على مسيرة القوات المسلحة، وأدت إلى أن توصف بأنها هي تبع هذا النظام وتبع هذا النظام. نعم. لذلك كان لها تأثير سلبي كثير جدا جدا على مسيرتها. لذلك علينا على أنفسنا أن تكون القوات المسلحة هي قوات مسلحة لحماية الدستور وسيادة الدولة وشعب الدولة وكل مكتسبات الشعب والثورات التي يقودها شعب السودان. لذلك هذا الأمر يعني كان له تأثير سلبي كبير جدا جدا على مسيرة القوات المسلحة، ودفعنا أتمنى بكثير من إيقاف العلاقات مع كثير من الدول من خلال التعاون التدريبي أو التعاون العسكري مع كثير من الدول في المحيطين الإقليمي والمحيط الدولي، وأثرت هذه أيضا على البيئة المحلية في الدولة بكثير من الصراعات في كثير من المناطق السودان. وبحمد الله الآن يعني هذه الصراعات بعد التغيير وبعد ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق السلام باتفاق سلام جوبا، عادت كل هذه الحركات الكفاح المسلح إلى حضن الوطن، وساهمت وتساهم وإن شاء الله تكون لها أدوار إيجابية في تطور السودان ورفعته. نعم سعادة الفريق، يعني هنالك اتهامات كثيرة طالت القوات المسلحة في السنوات الماضية وخاصة إبان العهد البائد أن هذه المؤسسة يعني أصبحت ضعية للصراع السياسي، بالإضافة لأنها مخترقة من قبل الأحزاب السياسية. هنالك من يتحدث عن أن الإسلاميين اخترقوا المؤسسة العسكرية ومن قبلهم الشيوعيين وحدثوا انقلاب 1969. ما مدى سيطرة الأحزاب السياسية أو نقدر نقول يعني تمددها داخل القوات المسلحة؟ هل هذه المعلومات حقيقية أم هي مبالغة أم الواقع ماذا يقول سعادة الفريق؟ أثبت التاريخ أن كثير من الذين يريدون حكم السودان يلجؤون إلى القوات المسلحة للانقلاب على الأنظمة الديمقراطية التي تكون حاكمة للسودان، حتى أنهم يصلوا إلى سدة الحكم في السودان. وزي ما ذكرتي أنت، في كثير من التجارب مرت في 69 وفي 89، أتت هذه الانقلابات بحكومات سرعان ما برزت في الساحة الميول بتاعتهم. ويمكن في 69 في 71 حصل انقلاب على النظام ذاته، وبعد ذلك دارت كثير من الأحداث إلى أن عاد الرئيس السابق جعفر نبيري إلى الحكم، وإلى أن قامت ثورة أبريل 85 وجاء بعدها الحكم الديمقراطي. أتت 89 أيضا بانقلاب عسكري لصالح جهة أيضا سرعان ما برزت في الساحة أنها هي التي تريد أن تحكم. هذه الأشياء أثرت على القوات المسلحة، وهنالك حملة كبيرة لاستقطاب داخل القوات المسلحة حتى أنه يضمن لهم وجود عسكري داخل هذه المؤسسة العسكرية، حتى أنه يضمن أنه وقت ما يريدون أن يأتوا إلى الحكم يأتوا عن طريق الانقلاب. لكن هذا الأمر بمشيئة الله، وهنالك قوانين عسكرية صارمة تمنع الانتماء السياسي داخل القوات المسلحة، إنما فرد القوات المسلحة أيا كان ضابط أو ضابط صف أو جندي هو وطني لأبعد الحدود، لا ينتمي لأي جهة سياسية، بل هنالك عقوبة صارمة لمن ينتمي لأي جهة سياسية في القوات المسلحة أو يثبت انتماءه لأي من الأحزاب. نعم. نحن مسؤوليتنا حماية هذا الوطن وحماية
كل الحكومات التي تأتي بالديمقراطية وهي تكون يعني صالحة لأداء هذا الدور وتكون مقبولة في كل المجتمع الدولي والإقليمي إن شاء الله. هنالك حديث عن أن قيادة القوات المسلحة الآن هي صنيعة نظام البشير والجبهة الإسلامية. هذا الكلام يعني غير صحيح. ونحن يمكن لما دخلنا هذه الخدمة العسكرية دخلناها في زمن غير زمن الحكومة السابقة والنظام البائد، ولذلك يعني انتمينا لهذه المؤسسة بروح القانون العسكري والانضباط، لن ننتمي لأي جهة حزبية أو جهة سياسية، ولم نعمل لتنفيذ أي أجندة خلاف هذه حماية هذا الوطن ومكتسباته. وخير دليل عندما أتى هؤلاء الثوار الأماجد إلى محيط القيادة العامة، وكان في خلال 5 أيام الاستجابة لمطالبهم وإزالة هذا النظام، والآن ننعم بفترة انتقالية. نزل الله إنه يعني ربنا يوفق من يديرون أمر البلاد هذه الأيام أن يصلوا إلى مبتغاهم بحكم ديمقراطي رشيد وانتخابات. هنالك من يقول بأن العسكر دوما يزعون إلى السلطة. نحن لا نزع إلى السلطة، ولا هي اختصاصنا، ولا هي يعني مجال عملنا، إنما نحن مجال عملنا حماية هذا الوطن. وإذا كل زول قام بدوره وبكل تجرد وبكل نكرانزات خدمة لإرضاء الله ثم يرضى نفسه، إن شاء الله هذا الوطن سوف يتقدم. الجيش لا يؤمن بالديمقراطية. الآن إحنا نؤمن بالديمقراطية إيمان قاطع، لأنها هي السبيل إلى القبول الدولي. الآن نحن بنجني ثمار هذا التغيير بأن هنالك قبول دولي لكل للسودان في كثير من المجالات. هنالك زيارات فتحت لكل المزولين في دول في السابق كانت محرمة على من كانوا يديرون حكم البلاد. الآن هنالك دعوات تصلنا حتى نحن على مستوى القوات المسلحة، هنالك انفتاح علينا من الدول كثيرة لم تكن تأتي إلى هذا السودان ولم تكن تقدم لنا حتى دعوات المشاركة لزيارة أو حضور حتى تمارين أو دورات تخصصية في مجالات القوات المسلحة المختلفة. نعم، القوات المسلحة الآن يعني لها دور بارز في الحكم. هل هنالك ظروف معينة دفعت الجيش يعني للمشاركة في السلطة بهذه الكيفية؟ الحكم الآن أتى بعد 30 عام من استلام هذه البلاد لفئة معينة لمدة 30 سنة، وكان لا بد من حماية هذا المكتسب وحماية الحكومة الانتقالية حتى تصل إلى مبتغاها. لم تكن المشاركة من أجل سلطة أو استمرارية في سلطة، إنما هي حماية لهذه الفترة الانتقالية لتحقيق طموحات هذا الشعب السوداني العظيم. يعني أنا حقيقة أقول لك شعب سوداني عظيم، لأنه يمتلك كثير من الإمكانيات والكفاءات التي يمكن تقدم السودان إذا وجدت قليل من التخطيط والرعاية والاستفادة من كل هذه المقدرات سيتقدم السودان. المشاركة الآن لم تكن هي من أجل الحكم والاستمرار في حكم البلاد. سعادة الفريق، سنعود إلى ملفات القوات المسلحة والأمن القومي. سادة المشاهدين، فاصل ونواصل.